مشاهدينا ومتابعنا الاعزاء، نصل في هذه اللحظات الى شوط ما قبل الختام وانطلاقتي واندفاعتي تحدينا الثالث عشر والذي خصص لانطلاقات القعدان المحليات الاصايل بشعارات ابناء القبائل من هنا من ارضية ميدان التلة لسباقات الهدن العربية الاصيلة ورحلة الستة كيلومترات مع انطلاقات الثنايا من هنا مع عشارة الديوان لموسم 2024-2025. فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين لأبدأ مع شداد من يشد الرحال مع الصدارة والمركز الأول بشعار هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري ليندفع مع المركز الأول. أما ثانيا وصل الحوت الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي مقدما لشعاره ومندفعا مع الحوت. ثالثا يحضر شاهين وعبيد بن جاسم بن عبيد الفقير، ولكن من تدخل في هذه اللحظات من عمق الميدان ليعلن عن التواجد والوصول في هذه اللحظات هذا وحيد ومطر بن علي بن علوان الكتبي لأنتقل لخامس المراكز وأتابع مشاكل محمد بن خميس بن بدر العليلي. وسادسا وصلكم ورسان سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وسابعا اندفاع شاهين الخزع بن محمد بن قرين العامري. ولكن من حضر في هذه اللحظات
أتابع ذنان وسليم بن سليمان بن حمود الوهيبي يحضر في هذه اللحظات مع ثامن المراكز تاسعا يأتي مشوش سهيل بن سلطان بن تريم الكتبي، وعاشرا من هناك يأتي شعارو بن سرداح ليقدم لنا الشبابي راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي. هكذا هي النتيجة، ونداؤنا الأول دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام لانطلاقة شوط ما قبل الختام لانطلاقة الثنايا لهذا الصباح. لأعود من جديد إلى العامري الحاضر مع شداد بكل شدة وتنافس مع المركز الأول، يأتي هادي بن عبد الله بن سالم بالركاض العامري حاضرا مع المركز الأول، ولكن حذاري من شعار بن بدر الذي يصل مع مشاكل في هذه اللحظات على مستوى ثاني المراكز. محمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي هو ثالثا، يحضر بن قرين ليقدم لنا شاهين الخزع بن محمد بن قرين العامري، ورابعا ينطلق شاهين عبيد بن جاسم بن عبيد الفقير، ولكن خامس المراكز ليحمل الرقم خمسة كذلك يصل بن علوان ليقدم لنا وحيد مطر بن علي بن علوان الكتبي، وصل بن معدن ليقدم لنا الحوت الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي، وذنان مع سليم بن سليمان بن حمود الوهيبي ينطلق مع سابع المراكز. ثامنا وصل مرحب حمد بن سالم بن محمد المدهوشي مع أول ندى لهذا الشعار ضمن هذا المسار، وصل مرفوق رقيط بن سيف بن رقيط الغفلي وتحرك مزعل مع تاسع المراكز. خالد بن لاحد بن مرزوق الحلامي عاشرا، يحضر علي سهيل بن الدليلة بن صقوح العامري. هكذا هي النتيجة، ونداؤنا الثاني دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام لاندفاعة القعدان المحليات الأصايل. لأعود من جديد، أعود إلى بن بدر من غير مع مشاكل إلى المركز الأول. محمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي يحضر مع الصدارة في هذه اللحظات، ولكن شداد وهادي بن عبد الله بن سالم بالركاض العامري يندفع ثانيا ثالثا. أتابع في هذه اللحظات هذا شاهين الخزع بن محمد بن قرين العامري، ولكن مشاكل. يدخل الكيلو الأخير، يدخل كيلو التحدي، محمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي يقود المسار، شداد يحضر ثانيا، هادي بن عبد الله بن سالم بالركاض العامري. هاجم شداد بكل شدة ليغير إلى الصدارة، وصل شاهين الخزع بن محمد بن قرين العامري. انطلاقة القعدان في هذه اللحظات بين بن بدر وبين بن قرين، وكذلك بالركاض بين مشاكل وشاهين والقادم من هناك مشاكل، ولكن مشاكل سبب لهم مشاكل مع الصدارة. محمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي، شاهين مع العامري بدأ بالهجوم والتغيير. الخزع بن محمد بن قرين العامري يقادر بالانتصار، يقادر بالمركز الأول حتى هذه اللحظات بهذا الحضور الكبير. غادر شاهين بسرعة الشواهين بالمركز الأول لشاهين
الموطن قبل الختام الخزع بن محمد بن قرين العامري سلام يا العامري سلام سلام شاهين سلام لحظة وصوله إلى خط النهاية بطلا لشوط ما قبل الختام مشاكل مع بن بدر يأتي ثانيا أما ثالثا شاهين مبارك بن خليفة بن طبيب الشامسي ورابعا كان الحاضر علي مع بن سقوح العامري وخامسا كان وحيد مع بن علوان 9 دقائق 50 ثانية 96 ثانية.